سبحانه يعني الكام يوم اللي فاتوا كان في حالة كبيرة من الجدل أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشان مسألة الاشتراطات الزواج الجديدة، وكل بيتكلم عنها وإيه اللي هيحصل، وهو الموضوع لسه يعني قانون يناقشه البرلمان. والحقيقة أنه حالة الجدل دي كان سببها الرئيسي انتشار مجموعة من الشائعات والمعلومات المغلوطة حوالين الاشتراطات الجديدة، والحقيقة ده يعني البعض بيروج له أهدافه مختلفة، اللي عنده مصلحة زي مثلا قصة المأذون اللي شفناها وتابعناها جميعا، اللي طلع انه يطلب من الناس انه تجوزوا بسرعة علشان ما تدفعوش المبالغ الخاصة اللي قال عليها مبالغ ضخمة، مش عارفة 20,000 جنيه حاجة شبه كده لصندوق رعاية الأسرة. حان الموضوع ده طبعا غير صحيح بالمرة، وانه كان في تحرك للسلطات وأمر بضبطه وإحضاره، لأنه الموضوع مجرد شائعات هدفها الحقيقة انه يعني، وده بقينا بنشوفه مع اي قانون او اي محاوله جديده دايما بيحصل موضوع الشائعات ده، وانه الناس تطلع تقول كلام مش حقيقي. طيب القصه هنا انه بعض الناس بتحاول انها تقدم صوره سلبيه وتقدم معلومات مغلوطه، هدفها الحقيقه انه ما يكونش في توعيه كامله باشتراطات الحقيقيه. طب احنا لو ركزنا شويه كده في تفاصيل القانون تضايق مين؟ انا شايفه الحقيقه انها فرصه حقيقيه انه يكون في مفاهيم جديده، مفاهيم صحيه للجواز. مين فينا يختلف على انه مثلا لازم يكون الطرفين واضحين مع بعض، لازم يكون الكل على علم بالحاله الصحيه للطرف الاخر، الكل كمان على علم ب يعني وده حقه الحقيقه سواء زوج او زوجه انه يعرف انه الطرف الاخر سواء كان مدمن مخدرات او غيره. كل الاشتراطات اللي موجوده الحقيقه ترسخ لفكرة أنه الجواز مسؤولية، ومسؤولية كبيرة، ومسؤولية مشتركة ما بين طرفين. لازم تكون يعني بعد ما شفنا كم القضايا اللي موجودة في محاكم الأسرة لازم تكون تحت عين مؤسسات الدولة، لازم نحاول أن احنا نرجع مسألة تماسك الأسرة، نرجع مسألة الحياة الزوجية الصحية. أعتقد أنه ده مربط الفرس، هدفنا كلنا في النهاية انه نقلل المشاكل اللي حصلت، نسبه الطلاق المرتفعه جدا السنين اللي فاتت بعد سنه اولى وسنه تانية جواز، وبيكون في اطفال في عمر الشهور، ومحاكم وقضايا، اب عندان في ام مش عايز يصرف على اولاده، وام حارمه اب من انه يشوف اولاده. الحقيقه انه كل ده لازم ينظمه القانون. دلوقتي معانا دكتوره نهى السن، استاذ علم الاجتماع بجامعه العريش. اهلا بحضرتك يا دكتور، مساء الخير عليكي. برايك يعني كيف سينظم القانون الاحوال الشخصيه الجديد مساله الاختلافات القائمه بالفعل في محاكم الاسره، وانه زي ما كنت بتكلم ام حارمه اب من انه يشوف ولاده بعد الطلاق، او اب ما بيصرفش على ولاده بعد الطلاق؟ مساء الخير يا استاذه هدير، ومساء سعيد على كل المشاهدين ان شاء الله. الحقيقه ان احنا فعلا زي ما حضرتك قلتي فعلا يعني شفنا حاله من الجدل والاستقطاب كده على المستوى الحواري داخل المجتمع كله، سواء على السوشيال ميديا او حتى في الصالونات الثقافيه. حوار كده شبيه بخناقه بين الرجل والمراه، صحيح، ما بين بقى الاستعلاء الذكوري من حيث رغبه الرجل في الحفاظ على مكانته وقوامته ورغبته في زياده التحكم، وما بين بقى على الجانب الاخر بتشعر بعض النساء او المراه عموما برغبتها في ان هي عايزه تاخد حقها، يعني بعد سنين يعني كانت يعني حقها كان مهمل وكان وتحصل على يعني مكاسب اكتر. الحقيقه ان القانون يعني احنا كنا في حاجه ملحه لخروج قانون للاحوال الشخصيه جديد يكون متوازن وعادل. يعني يصاغ بقى بشكل متكامل ومفصل يعني قصور القانون القديم، يشعر معاه بقى يعني كل الاطراف يعني كانها رساله طمانينه للاجيال الجايه ان في حاله الخلاف كل طرف هياخد حقه، ف او في حاله ان طرف هيأثر الطرف الثاني مش هيضيع. ف وده اللي احنا كنا محتاجينه حقيقي، ما بين بقى كانت في زيجات كده بتستحمل ديمومه علاقه عشان مش عارفه تاخد حقها، وكان بعض الزوجات او بعض الازواج. فالقانون الحقيقه ان هو يجي بشكل مفصل يحسم الخلاف بقى او الصراع بين الطرفين، ده احنا الحقيقه كنا في حاجه مجتمعيه ليه جدا. ما يتضمنه بقى القانون من الكشف والتحليل والحاله الصحيه لكل طرف، الحقيقه دي برضه بمثابه علاج جذري للمشكلات الاجتماعيه اللي كانت بتقابل الزوجين، يا اما كانت الموضوع ده كان بينتهي بالطلاق او كانت ديمومه علاقه ماساويه كان بيدفع يعني ثمنها احد الطرفين، وكنت زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي بيجيبوا طفل في بدايه جوازهم، فبيبقى في طرف ثالث بيدفع الثمن
ان هو بينشا في بيئه غير صحيه للتنشئه الاجتماعيه وغير سليمه. وكان بقى الحل ان هم مثلا كانوا عرفوا الحاله الصحيه او عرفوا ان الحاله مثلا ان هو يكون في تحليل او في ادمان او في كده، كان هيبقى الحل في ده، كنت هتحلي عديد من المشاكل. فكمان يعني القانون الحقيقه كمان فكره الرؤيه الالكترونيه دي كانت برضو حاجه موفقه جدا. الابهات اللي مسافره والابهات الغائبه او اب حالته الصحيه لا تسمح انه يشوف ابنه، ما ينفعش تنعدم الرؤيه تماما. فالرؤيه الالكترونيه دي كمان كان يعني حل الحقيقه ابداعي برضو، ان هو بيضمن ان الابن يتواصل مع باباه عشان تكون النفسي وتكون الاجتماعي يكون سليم. ايضا يا دكتور يمكن كان هناك حديث عن اجراءات اكثر للقاضي علشان يقدر انه يكون في اجراءات عاجله للتدخل لحمايه الاسره، حمايه الاطفال. تطرق كمان مشروع القانون للمشاكل بتاعه الخطوبه، مشاكل الجواز العرفي، اعتقد انه ما كانش في قوانين سابقه بتتعرض لده. ما كانش في قوانين تفصيليه وما كانش في قوانين حاسمه، وكانت بقى الايه اوقات القاضي هو قدامه قانون وورق، فكان بيبقى مش قادر يحكم لان مفيش تشريع مناسب للحاله. يعني استحداث القانون ده بيمنح القاضي صلاحيات اكبر، بيمنحه صلاحيات اكبر تساعده في ان هو يحقق العداله الناجزه. ما هو تاخير الموضوع عشان يقدر يحل خلاف وتاخيره اللي في ناس بتدفع ثمنه، في اطفال بتدفع الثمن. صحيح. فاعطاء هذه الصلاحيات طبعا كان برضو يعني حل جذري للمشكله او للمشكلات الاجتماعيه، وعشان ما فيش ناس تحس ان هي اطراف تحس انها اتظلمت. في حد ام ما بتبقاش معيله وما لهاش دخل اقتصادي مناسب تصرف بيه على الاولاد، فكانت في اولاد بتضيع واولاد بتشرد. فالحل القانون بتشريعاته بحل جذري لهذه المشكلات الحقيقه ان احنا كنا في حاجه ملحه ليه. إلى أي مدى حضرتك شايفة أنه ده ينقذ أطفال كتير كانت بتعاني في حالة الانفصال؟ يعني طبعا فكرة أن طفل مش لاقي مثلا دخل مناسب يعيشه حياة كريمة فيضطر أن هو ينزل للشارع، وبعد كده بقى عديد من المشكلات المتتالية بقى، يعني طفل شوارع، فبعدين حد مشرد، فبعدين حد بعد كده ممكن تبقى بيئة صالحة أنه يبقى يسرق أو يبقى عنده مشكلات يعني سلوكيه او اخلاقيه. فبتنقذ بينقذ اجيال جايه، ومراه كانت بتدفع بقول لحضرتك ديمومه علاقه علشان خاطر ما عندهاش دخل اقتصادي، فيعني دي لحل يعني بنسبه كبيره بيحل المشكله من جذورها. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور نهى السن استاذ علم الاجتماع بجامعه العريش، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.